وننتقل مشاهدينا مع حضراتكم إلى فهد التركي والمتواجد حاليا في محافظة حولي، حيث يرافق فريق بلدية الكويت لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. فهد، كيف تسير عملية متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء لديك في محافظة حولي، وما مدى الالتزام بتنفيذ هذه القرارات لديك؟ مساء الخير زميلتي إيمان. دخلت قرارات مجلس الوزراء في حيز التنفيذ منذ الساعة 8 من مساء اليوم، وسط جهود كبرى تبذل من قبل الجهات المعنية وخاصة بلدية الكويت ووزارة الداخلية، وهاتين الجهتين فرضتا سيطرتهما على كافة المجمعات والمحال التجارية في محافظة حولي. ونحن الآن متواجدين تحديدا في شارع سالم المبارك التجاري، وهذا الشارع الذي يشتهر بمجمعاته التجارية الكثيرة والمحال التجارية والمطاعم الكثيرة. معنا في هذه الأثناء السيد إبراهيم السبعان، رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة حولي، سيطلعنا عن جهود بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية في دخول قرارات مجلس الوزراء في حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 8 من مساء اليوم. مساك الله بالخير إبراهيم السبعان، رئيس طوارئ بلدية محافظة حولي. جهود كبرى تبذل منذ دخول قرارات مجلس الوزراء في حيز التنفيذ في شارع سالم المبارك ومناطق محافظة حولي. ماذا تقول في هذا الجانب وكيف كان المشهد؟ تم وضع خطة عمل من قبل لجنة الاشتراطات الصحية، وتم توزيع المفتشين لعدة جهات، منها المجمعات اللي لها كثافة سكانية كثافة ويكون عليها ضغط، في والجهة الثانية اللي تم توزيعها من المفتشين يعتبر جواله، فيقوم في مخالفة أي محل لم يلتزم في قرارات مجلس الوزراء. وتم رصد عدة محلات وتم توجيه لهم مخالفات، ونسبة كبيرة لاحظناها من الالتزام ويشكرون على الالتزام اللي غمر. تعاونكم في الجانب الآخر مع وزارة الداخلية في فرض السيطرة والتأكد من إغلاق كافة الأنشطة التجارية في شارع سالم المبارك تحديدا. نشكر وزارة الداخلية على تعاونهم معنا وما يقصرون، وطبعا إذا رصدوا أي محل لم يقم بالإغلاق يتوجهون بالاتصال علينا فنتوجه لهم ونغلقه. نوعية المخالفات التي تم رصدها في هذا اليوم؟ تشغيل محل على نحو يهدد صحة سلامة الجمهور وعدم التزام بالاشتراطات الصحية. ما هي يعني الكلمة التي توجهونها إلى أصحاب المحلات التجارية والمجمعات التجارية والمواطنين بشكل عام؟ نشكر من تعاون معنا وأغلق محله والتزم بالقرارات، والشق الثاني اللي ما التزم طبعا راح نطبق عليه عقوبات قاسية وراح يتحرر فيه محاضر وراح يتم غلق محله. كل الشكر والتقدير للسيد إبراهيم السبعان، رئيس طوارئ بلدية محافظة حولي، على هذه المعلومات. ونحن بدورنا نطالب كافة المجمعات وأصحاب المحال بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء بهدف التصدي لفيروس كوفيد-19. هذا كل ما لدينا من شارع سالم المبارك التجاري. نعود من جديد إلى الزملاء في استوديو الأخبار. نعم إيمان، شكرا لك فهد، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم على هذه الإيضاحات، وكل الشكر مشاهدينا أيضا لشبكة مراسلي قطاع الأخبار المتواجدين حاليا في عدة مواقع لرصد ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ لهذا اليوم. كان معنا مشاهدينا رائد شمري من مجمع الأفنيوز التجاري، وكان معنا أيضا نواف الشراكي من جمعية الشعب التعاونية، وأخيرا كان معنا فهد
التركي من بلدية محافظة حولي. شكرا لكم مراسلينا الكرام على هذه المداخلات وهذه التغطيات. إذن مشاهدينا، لاحظنا معكم في الآونة الأخيرة هذا الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكوفيد 19، وذلك نتيجة التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، قد يكون من البعض أو من غالبية عظمى ولكن ليس من الجميع بالطبع، ولا يمكننا أن نقول أن الجميع لم يلتزم. لا شك أن هناك فئة كبيرة تلتزم بجميع الاشتراطات الصحية ولديها الوعي الكامل. لذلك نجدد الدعوة للمواطنين وللمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة الجميع بالطبع كما نعلم جميعا هي مسؤولية مشتركة تقع في المقام الأول علينا كأفراد، فبالالتزام لا شك سينحسر الوباء، وبالتهاون أيضا لا شك سينتشر. شكرا لكم مشاهدينا، وكل الشكر لمراسلينا.